وحركات كانت مكسرة الدنيا. هنيدي اللي كان يتدرج في الأدوار واحدة واحدة، يثبت موقفه يسلط الضوء عليه بمجهوده، بيبقى قادر يشيل بطولة فيلم. مش بس بيثبت نجومية هنيدي، لا، بيثبت إن السينما المصرية طريقها للتغيير الجذري تماما بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي بيحقق وقتها 27 مليون جنيه. يعني الصلاة على النبي كده، 5 مليون دولار بتوع إسماعيلية رايح جاي، 8 مليون دولار في الصعيد. الراجل خلاص بقى ورا على اي شركه انتاج، خلاص مش فيلم نجح والسلام وهنيدي وان سيزون وندر وبتاع. وده بقى اللي هيوصلنا لسؤال الحلقه، هو ايه اللي حصل لمحمد هنيدي؟ ايه اللي غير بوصله هنيدي من افلام بتكسر ايرادات السينما المصريه كل سنه، ويبقى حامل على اكتافه القاب وعاطف انه كان سبب كبير في تقديم جيل جديد غير دم صناعه السينما والدراما المصريه راسا وعقب كده 180 درجه. نفس محمد هنيدي بس اللي لما بينزل اي فيلم جديد او حتى خبر في تعاقد لاي مسلسل جديد بتبقى يعني مش عارف، متوقع للاسف الفشل بالصرف. طب ده ليه؟ هل عشان ما اقدرش الموهبه كما ينبغي، ولا هل عشان الورق مش كويس فعلا، الكلمه اللي بعدنا منها اخر كام سنه دي، ولا هل هناك علاقه بالادمون اللي ماسك له السوشيال ميديا وهيموت حد فينا من ده مره، وخلى كل الناس على التايم لاين تكتب لنا هنيدي يا جماعه سبب في هذه النقمه؟ بس قبل ما نتطرق لكل هذه الامور الجدليه اللي هتخلي الجانب السوشيال ميديا تجري ورانا، تعالى نفتكر بس نهايه التسعينات اللي كنا بنحكي فيها. هنيدي بعد الادوار البسيطه اللي في افلام هنا ومسرحيات هنا ومسلسلات هنا زي الدخيل وانا، افلام زي الهروب او يوم مر ويوم حل، بياخد الدور الافضل في انه يكون نجاح جديد في السينما المصريه بعد لمعانه في اسماعيليه رائعه، موجه ونقله كبيره في تاريخ الصناعه تحت مسمى سينما الشباب. الشباب وقتها فعلا كان مهدور حقهم، كان النجوم الكبار اصلا يعملوا ادوار شبابيه. نرجع للتاريخ كده هنلاقي ان الموضوع مش راكب، القصه مش لايقه، الكوميديا مش اللي الناس بتعيشها. عادل امام كان خلاص قرب يتم الستين ولسه بيعمل دور الشاب اللي عايز يتجوز والحياه مزنقه معاه. محمود عبد العزيز بعد الكتكات تحديدا بس اتهوست بشخصيه الشيخ بصري، لدرجه ان كل من كان بيوقفه في الشارع كان بيقول له عايزين منه. بس محمود عبد العزيز كان من بعد فيلم كيف وكان فيلم اللي حاله مرافق بنيه بنازع دارك كوميدي، كان مصمم انه يكمل على التراك. فتبتدي الاختيارات بتاعته تاخد مرحله من ناحيه التذاكر يعني غير مبدي بالمره. افلام زي جنتل افلام ايوه الفتره دي كانت من نص التسعينات لحد الالفينات كده، السحر مش عارف بصوته فين ولا السوق عايز ايه. اتفاجئ مره واحده بطوفان الشباب اللي هد مره واحده على السينما المصريه. ده كانش بس عادل امام اللي تدارك القصه ودم الدنيا، كان افلام الشباب اللي طلعت مره واحده. البدايه كان لسه مش شايف الطوفان ده وتبعاته لما نزل بفيلم زي رساله الى الوالد او هلو امريكا اللي هو كان الجزء الثالث من بخيت وعديل. تخيل عادل امام عنده 60 سنه ومش بس بيلعب ادوار شباب عاديه والدنيا ملطشه معاهم، لا ده كمان بيعمل الواد محروس بتاع الوزير وبيبقى لسه شاب مجند. يعني انت متخيل حاله الانكار اللي كانت عند نجوم الشباك وقتها واصله لحد فين؟ فدي الفكره، الناس كانت بتقول هنشوف ليه ممثلين كبار بيعملوا شباب واحنا اوريدي عندنا سينما وافلام كلها شباب كلها بتعبر عننا وعن مشاكلنا. واكتشف عادل امام ان كلها بقت شباب بمعنى كلمه كلها، الشارع كله شباب، اللغه اتغيرت، الافلام من بعد عبود على الحدود مثلا اكبر واحد على اي بوستر بقى حسن حسني، بقى تمام عادي افلام بتظهر في يوم وليله وليها ابطال شباب ونوعيات افلام جديده بتنزل، دارك كوميدي موجود، اكشن صرف مش اكشن الافلام الابيض واسود برضه موجود، ما بقاش في حد عايز يدخل افلام غير افلام الموجه الشبابيه، عشان الشباب مش شارع لا اللي بيعبر عنه كتير، عشان السعيد زعيم اللي عارف انه مشروع قرر انه يجاب السوق ويعرف هو عايز ايه. انتوا مش عايزين شباب؟ طب اهو امير الظلام، حتى انا بس دينامو الاحداث بس كل اللي معايا شباب، هنجد الشرطات وهنقول بصوت عالي ما عجبكش ده؟ خلاص خش على التجربه الدنماركيه، هلبس لك سلسله وبدل واتحكمت هلبس لك كمان كروب توب وحواليا كل الشباب اللي انت ممكن تكون تقوم او ما تكونش عبد المنعم اللي عملناه، هتكملك الدنيا وهتعرف فيها ازاي عبد المنعم فضل محافظ على الصداره وازاي بقى زعيم. طب انت كده توهتني، انا جاي اتفرج على حلقه محمد هنيدي سرقتني قصص عادل امام محمود عبد العزيز، انت في ايه يا عم؟ يا عم طب انت لو انت تعرف المهم بس حاجتين نفتكر لما بنقفل في البروفايل اي ممثل اي فنان بنمسك مثلث النجوميه بيتكون من ثلاث اضلاع زي ما قلنا قبل كده، الموهبه اداره الموهبه اشتغل فاكرهم بقى كويس. اتفاق اي عنصر من الثلاث ناصب دول في المثلث معناها ان معدتك بايظه يا محمد. عامل كده زي مثلث الدايت اللي الكوتش بيقول لك عليه لما بتروح الجيم يومين بتكسر، بيقول لك التمرين عباره عن دايت ونوم، لو حاجه منهم شدت انت الدايت بتاعك بايظ يا محمد، فنخش على المثلث.